بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا متابعين، يا رب تكونوا كويسين وبصحه جيده. معكم الصفاء قناه يوتيوب. اللي بيسمعنا لاول مره وعجب الفيديو ما ينساش يشترك ويفعل الجرس عشان توصل له كل محتوى القناه من موضوعات تعبير ووضعيات ادماجيه. فمن امننا اللايك لو عجبك الفيديو، خلش علينا باللايك، مش هيكمل معاك ثانيه، مش هيفرق معاك، بس بيفرق معنا احنا، بيدعمنا وبيسندنا وبيرفع الفيديو وبيخلي الناس كلها تشوف الفيديو. كومنت حلو في التعليقات لو عجبك الفيديو، اعمل لنا كومنت لو عجبك الفيديو. وكمان حابه انكم تشتركوا في قناتي الثانيه، اسمها يوتيوب معرفه، هتظهر لكم اول ما تفتحوا القناه دي او ما تفتحوا الفيديو ده. يظهر لكم الفيديو ده في كده دايره ناحيه الشمال من فوق، اضغطوا عليها هتظهر لكم قناه ثانيه اسمها يوتيوب معرفه، حابه انكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل محتوى القناه. اشتركوا في قناه يوتيوب وقناه يوتيوب معرفه عشان توصلكم كل محتوى القناتين ان شاء الله باذن الله. النهارده تعبير عن العيل. اكتب فقره لا تقل عن 10 اسطر تحث فيها زميلك على طلب العلم، موظفا فعل مضارع مجزوم واسلوب انشائيا وطباق. يعني عاوز موضوع تعبير عن او وضعيه عن طلب العلم، الحث على طلب العلم، نحث زميلنا على طلب العلم. هنوظف فيه فعل مضارع مجزوم واسلوب انشائيا وطباقا. يعني الفقرة هتكون بنمط توجيهي، يعني هنوجه زميلنا نحو طلب العلم وما تقلش عن 10 سطور. عندي المقدمة كده سبايات. يا زميلي العزيز، العلم هو اساس تقدم الامة وتطور المجتمع وضرورة من ضروريات الحياة، وهو النبراس المضيء الذي يبني بيوت العز والشرف. فلماذا التكاسل؟ كده دي 3 سطور كده مقدمة، ختمتها كده بأسلوب استفهام وتعجب برضو في نفس الوقت. أدخل على العرض أسيب بياض. زميلي، العلم يرفع الإنسان إلى مراتب الكرامة الشرف ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهو سلم للدرجات العالية وأصحاب العلم يجدون ويجتهدون لينعموا ويحققوا ما يريدون، فيصبح لدينا جيل واع يتعب لأجل خدمة ورفعة نفسه وأهله ووطنه. إن أول ما نزل من كتاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في سورة العلق ثم في سورة المدثر في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا دليل واضح على أن الدين الإسلامي يحررنا من الجهل والكسل والخمول. إنه دين العلم، فمن أراد أن يعلو في هذه الدنيا عليه بالعلم. لذا علينا أن نجتهد ونبذل قصارى جهدنا من أجل الحصول على العلم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على العلم في قوله، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فكن عالما ولا تكن جاهلا ولا تقصر في دراستك كي تتفوق. الخاتمة، خلصت العرض أحط نقطة، أدخل على الخاتمة. يا زميلي، إن الإنسان المجتهد فخر للأمة والمجتمع، فحاول أن تجتهد وتضاعف عنايتك بالعلم لضمان المستقبل المشرق. خلصت كده حط نقطة. الخاتمة، الموضوع أقل طالب مننا لا يقل عن 10، هو أكثر من 10 سطور. توظيف عندنا، عاوز
فعل مضارع مجزوم هنا تقصر، سبقت لا إن هي يبقى فعل مضارع مجزوم تقصر. عندينا برضو عاوز أسلوب إنشائي، فكن عالما، فكن عالما أمر، وهنا برضو فحاول أن تجتهد أمر. طباقا، طباقا عالما جاهلا، عالما وجاهلا طباق. وهنا برضو فلماذا التكاسل ده أسلوب إنشائي برضو. تمام، أشكركم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء مع موضوع تعبير آخر، وضعية دماغية أخرى. يا رب تكونوا استفدتم، يكون الموضوع أو الفقرة تعجبكم، عجبتكم يعني. يلا مع السلامة، أشوفكم في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. مع السلامة، طولت عليكم، مع السلامة.